السلام عليكم، معكم الخطير مولاي ادريس، صانع تقليدي. تن يعني تنمارس عدة مهن، منهم النحاس، منهم الخزاف، منهم النجارة، الحدادة. مهم فنان، كانوا فنان تشكيلي ونحات. واخويا شنقول لك اخي، هنا انا من 2019 في هاد الوجهة هادي. واش نقول لك، المهم جهد الحركيه هذه هي ديال التحول هذا هو، وضرينا بزاف صراحه هي هذه. ومعايا ثلاثه ديال الصناع، وجانا هذا الشيء هذا بكميه الافراغ، ولقيناش فين نديو المسائل ديالنا للاسف الشديد. وكما قلت هادشي اللي كاين. قول لي شنو المحل كان عندك؟ خليني نخرج طالع باش نفكر. محل فيه عده معروضات، قلت لك منهم الخزاف، منهم الخشاب، منهم النحاس، منهم من 2019. من 2019 تأدي الواجبات ديالي. تنأدي الواجب ديالي عقل استغلال مع مول الملك، مع مول المحل. ودابا شنو من الريبو؟ دابا الوجهه مجهوله صراحه هي هذه. انا زدت المسائل ديالي، دوز ندير الزيت وحطيته في واحد البلاصه، ما ماشي ديال الخدمه، ما ديال والو. المهم حتى داك الشيء متراكم وصافي للاسف الشديد. واش عطاوك شي تعويض؟ لا، ما كاين اللي تعويضني والو، وما كاين الناس اللي هنايا استافدوا. ومهم حنا ما استفدناش، وما دابا ساي قال لك راه تستافد من بعد. مي ما كاينش شي حاجه اللي هي ما مهم، الاستفاده كاينه بالهذا وصافي. مي ما عطاونا حتى شي اقوال وصافي. يعني خويا تنشوفوا شنو غنديروا معكم في الاستفاده. باش كطالبوا؟ وكنطالبوا بالانصاف. صانع تقليدي هو ديجا واش نقول لك، في حاله مزريه. نقول لك لا، صانع تقليدي راه يا ربي القعام ياكل. والانسان باش غادي يجلسوا الصناع كلهم، راه اشكاليه كبيره صراحه هي هذه اخي. حنا مع المشاريع الملكيه، وحنا مع التقدم، مع التنميه. مي راه حنا هما التنميه البشريه. راه سيدنا راه الله ينصرو، راه يرفع الحيف على الصناع التقليديين صراحة هي هذه. وشد بيديهم، وتا المغفور له الحسن الثاني الله يرحمه حتى هو، راه صناع التقليديين كان تيعزهم. والله ينصر، الله ينصر سيدنا. هادشي اللي غادي نقول لكم. يعني انتم هكذا كطالبوا بالتعويض ديال المحل؟ تنطلبوا فين غادي نمشيو، تنطلبوا فين غادي نمشيو. كما قلت لك راه خصنا فين نمشيو. دابا حنا ما بقيناش خدامين، صافي. دابا وقفنا من الغدا، انا واقف. انا حولت المسائل ديالي، حولت الدوزان ديالي، حولت المسائل ديالي، انا واقف. انا والدري واقفين. دابا صافي خلاص، دابا صافي غنديروا صافي، يعني بوز دابا صافي، ما الى اشعار اخر. صراحه هي وهذا اشكال ديال الاشكاليه، هذه هي الاشكاليه. حتى شي كان يكون عنده دراسه ديجا قبل، صافي الانسان هذا نحولهم، غادي نحيدهم من هنا، نشوف فين غادي نديهم. صراحه هي واش كان شي اخبار قبليه؟ واخبار داك الشيء اخبار مبهم، ما كاينش. هذا شي داك الشيء ما جاش، ما كانش حتى 15 يوم ولا 20 يوم، صافي. يعني بداو في الاجراءات ديالهم. ما ني الغرفه الاولى ني الغرفه الثانيه، حتى واحد ما طلع علينا، حتى واحد ما دافع علينا، لا من قبل ولا من بعد. صراحه هي هذه، شكون واقعيين. وما انسان تيبغيوك في ديال الانتخابات، هادشي اللي كاين. اما دابا قلت لك ما شنا حتى شي واحد فيهم، ما دافع عندنا حتى شي واحد، ما هضر معنا حتى شي واحد. والنداء اخي، هما يشوفوا من حالنا، هذا هو اللي كاين. يشوفوا من حال الصناع التقليديين، راه الصناع التقليديين راه ديجا تيعانيو في صمت، راه تيعانيو في صمت، راه للاسف الشديد. كما قلت لك، وانا تنعاني معاهم كما قلت لك، ولا اله الا محمد رسول الله. السلام عليكم، معك المؤمنين مصطفى، صانع تقليدي. انا كنخدم في هذه المهنه هذه 28 سنه. اليوم كما كتشاهدوا هذا الترياب وسميتو، وما داروش معنا حنا شي حال الصناع التقليديين، حتى شي واحد ما هضر معنا كاع. حد الان حتى شي واحد ما سولوش فينا كاع. حنا من غدا فاش غنخدموا حنايا؟ اصحاب المحلات ممكن يديروا معاهم حل، ولكن حنا شنو هو الحل اللي 26 سنه ولا 28 سنه وانا كنزاول هذه المهنه هذه؟ ولو مسؤول شي واحد هضر معنا، ولو شي واحد تكلم معنا. شنو المهنه اللي تشكل فيها؟ انا كندير النحت، كندير الرسم على البانسو، كندير المهنه كامله، المهنه كامله انا كنمارسها. واش بالك ان المهنه التقليديه غتموت؟ هما اللي قتلوها، ماشي مازال، هما اللي بغاو يقتلوها، هما اللي ما معبريناش. ما بغينا نعرفوا غير شي واحد يهضر معنا، غير شي واحد يعطينا غير فرصه يعرفنا شنو بغينا. ما حتى شي واحد ما سول فينا. راه كاين اكثر من 1000 واحد خدام هنا في هذه المهنه هذه، ما بين الصناعه التقليديه ديال الفخار وديال الحداده وديال القصاب وديال، حتى شي واحد ما سول في هذا الصانع كاع نهائيا. واش المسؤولين ما خبروكمش بهذا الهدف؟ ما هضروش معنا، حنا كيهضروا غير مع المعلمين، وحتى المعلمين ما عطاهمش المحالات فاش غادي يخدموا، ما عطاهمش. عطاهم المحالات فين غيديروا، فين غيبيعوا المنتوج ديالهم، ولكن ذاك المنتوج شحال غيبيعوا فيه؟ اسبوع. حنا اللي كنتجوا ذاك المنتوج،
واسبوع ما غيلقاوش عاوتاني ما يبيعوا دوك هاد الناس المعلمين ما كيشريوش كينتجوا والصانع هو اللي كينتج. شنو المصير ديالكم؟ ما عرفناش المصير ديالنا، المصير ديالنا هو هذا، حتى شي واحد ما سول فينا، ما عرفناش حتى الان، حنا ما عرفناش اسباب ماليه حتى الان، حنا ما عرفناش، حنا هذه المهنه ديالنا ما تنعرفوش نديروا شي مهنه اخرى، وما يمكنش لنا نديروا شي مهنه اخرى. لكم هذا الشيء هذا بعتو؟ انا صانع وفنان ماشي غير صانع، واش عاد غادي نتعلم صناعه واحده اخرى؟ انا عندي 46 سنه، واش انا عاد غنتعلم مهنه واحده اخرى؟ انا اللي خصني نعلم اجيال اللي جايه طالعه، واش انا عاد غادي نتعلم حرفه واحده اخرى؟ راه ما يمكنش. واخا الرساله ديالك للمسؤولين، حنا بغينا غير شي واحد يهضر معانا، حنا حنا شي واحد ما شاف فينا، هو قيل حتى واحد ما غيشوف فينا كاع، غير شي واحد يشوف فينا ويهضر معانا حتى حنا كصناع. واخا وجه لهم واحد الرساله، رسالة شي واحد يجي ويهضر مع هاد الصناع هادو، وهضرت هادوك المعلمين ديالنا راه مضرورين، حتى هما راه كنا كنخدموا عندهم حنايا، هما المضرورين الاولين وحنا المضرورين الثانيين، هما ما كرهوش لينا نخدموا معاهم، ولكن راه ما عطاوهمش مهالات لحد الان فاش يخدموا، هما جاو صافي تراكس ريب الله يعاون، حتى حنا راه كنا كناكلوا معاهم وتياكلوا معانا، هما المضرورين الاولين. شنو غايدير لك هاد المعلم ديالك دابا؟ شنو غادي يدير؟ منين غيعطيك؟ عطاك من داكشي اللي كان كيبيع، انت دابا ما كتنتجش ليه باش غيستافد هو، راه هما اللي خصهم يعطيونا الحل، ماشي الحل عندهم هما ماشي عندنا حنا.